سمو ولي عهده الأمين بأهمية التشاركية مع القطاع الخاص. وأنا أجزم أنه ما تم في رؤية التحديث الاقتصادي من إعداد لهذه الرؤية وكيفية إعداد هذه الرؤية كان أكبر دليل وبرهان على مشاركة القطاع الخاص في رسم دفة فعاليات الاقتصادية داخل المملكة. حدثنا اليوم عن القطاع الصناعي، ولا بد من إطلاع الحضور، وفاتني أن أرحب بالحضور الكرام من أصحاب السعادة النواب، عطوفة المحافظ، رئيس البلدية، وأيضا القامات اللي حاضرين معنا اليوم، وأخي أيضا رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان، وصاحب هذا الحفل المصنع اللي احنا نعتز ونفتخر فيه. القطاع الصناعي قطاع واحد من القطاعات المهمة في الاقتصاد الأردني. هذا القطاع يشكل 25% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا القطاع 90% من الصادرات الأردنية تتأتى من هذا القطاع. هذا القطاع استطاع بفترة قياسية على الرغم من كل التحديات والصعوبات أن يصل إلى أكثر من 140 دولة على مستوى العالم. هذا القطاع راح أعطي مثالين فقط حتى نبين للناس أهمية الصناعة الأردنية والإمكانيات المتوفرة لدى هذه الصناعة. مطار لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، نظام التكييف اللي موجود فيه صناعة أردنية، وكالة ناسا الفضائية أيضا التكييف اللي موجود فيها هو من صناعة أردنية. فإحنا بنوصل رسائل أن لا نستهين بهذه الصناعة اللي استطاعت بوقت قياسي على الرغم من كل هذه التحديات أن تصل إلى 140 دولة على مستوى العالم، واستطاعت بالمواصفات والجود العالية أن تخترق أسواق عالمية مثل أسواق الولايات المتحدة والسوق الأوروبي. حدثنا اليوم عن قطاع الصناعات الخشبية، وأقولها وبكل اعتزاز وفخر، لأنه كثر الحديث عن إنتاج أكبر كرسي أو أكبر كرسي راح يكون في المنطقة. إحنا الأساس هي الصناعة، وأنا كان لي الشرف أنا وعطوفة المحافظ وبقية الإخوان أن نتجول بهذا المصنع في منطقة وادي العش في منطقة الزرقاء. المصنع اللي موجود عبارة عن مفخرة. هذا المصنع يشغل أكثر من 150 أردني، وهذا الشيء اللي احنا دائما نسعى إلى أهمية توطين الصناعة وأهمية دعمها. الهدف الأساسي منها أنه نشغل العمالة الأردنية المدربة. هذا المصنع يصدر للولايات المتحدة الأمريكية، ويصدر للمملكة العربية السعودية، ويصدر إلى العديد من الدول إلى جانب تواجده داخل السوق المحلي. فلا نأخذ هذا الحدث كما ذكر على بعض وسائل التواصل الاجتماعي إنه هذا الهدف منه إنشاء أكبر كرسي. لا، إحنا هدفنا أن نقوم بدعم أي شيء يخص الصناعة. هذا واجب علينا كحكومة أن نقوم بدعم الصناعة. هذه الصناعة للأسباب اللي أنا ذكرتها في كل برامج الدعم الموجودة في الخطة التنفيذية اللي تم اعتمادها برؤية التحديث الاقتصادي، جزء كبير منها لدعم الصناعة. وذكرت للإخوان لدينا صندوق خصص له 30 مليون دينار أردني. أنا تفاجأت بحجم الطلبات اللي تم تقديمها لهذا الصندوق، ووعدت الإخوان خلال فترة وجيزة إن شاء الله رح نعلن بحدود 1000 شركة ومصنع أردني استفاد من هذا الصندوق. هذا الدعم الذي سيتم تقديمه هو أقل شيء ممكن أن تقدمه هذه الحكومة لكي تدعم هذه الصناعة اللي إحنا كلنا نعتز ونفتخر فيها. وهذا الدعم سيكون بشكل مختلف عن آليات الدعم اللي كانت سابقة. السهولة في هذا الدعم إنه من صمم هذه البرامج هو القطاع الخاص بتشاركية مع الحكومة. كان هناك سهولة في التقديم آلاف الطلبات. فإن شاء الله بخلال فترة وجيزة راح نحتفل سويا بآلاف، قد يصل الرقم إلى 1000 مصنع أردني سيتم دعمه. أقل دعم سيكون تقديم دعم بمقدار 50,000 دينار أردني غير مستردة، وفي جهات سيتم تقديم دعم إلها يصل إلى 100,000 دينار أردني، والبرنامج الأخير قد يصل ما بين 400,000 إلى 500,000 دينار أردني كمنحة تقديرا لهذه الصناعة. هذه الصناعة اللي بتشغل عمالة أردنية، اللي بتعمل إنتاج تكاملي
مع صناعات أخرى، وهذا حديثنا اليوم ما تم مع صاحب المصنع، إنه جزء من صناعاته والمواد الخام التي يقوم بتصنيع المفروشات والأثاث هو من مصانع محلية، ووعد أن يصل إلى مرحلة أن يكون 100% من المواد الخام التي يستخدمها في هذه الصناعة هي من صناعة أردنية. أنا لن أطيل عليكم اليوم، الجو حار، لكن سعيدين بوجود هذه القامات الطيبة، وإن شاء الله دائما تستمر هذه المسيرة بدعم جلالة الملك ودعم سمو ولي العهد، وهذه الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه التوجيهات، لا سيما تقديم الدعم لكافة أطياف القطاع الخاص وعلى الخصوص القطاع الصناعي. الله يعطيكم ألف عافية جميعا، وبارك الله فيكم. كل شكر والاحترام لمعالي وزير الصناعة والتجارة سيد يوسف الشمالي. والآن كلمة لعطوفة رئيس غرفة صناعة عمان، عطوفة السيد فتح الجغبير، تفضل. شكرا هيثم، مساء الخير. أنا قبل ما أبدأ كلمتي بدي أشكر رمزي لأنه ذكرني في مدينة العسكر اللي إلي الشرف أني خدمت أول 10 سنوات من خدمتي بالقوات المسلحة في الزرقاء، الحقيقة مشاغل الأمير فيصل، ناقلات الدبابات والكلية الفنية، فأجمل تحية للزرقاء وأهلها. الصحيح الحقيقة، أولا اسمحوا لي أشكر الحكومة ممثلة بمعالي الأخ العزيز يوسف الشمالي اللي الحقيقة ما تردد أنه يلبي دعوتنا مع الأخوان لافتتاح هذا المعرض اللي تابع للمصنع لأخوان ميتاني، وكل الشكر لسعادة النائب عطوفة المحافظ ومدير شرطة الزرقاء، وشكرا لكم الحضور جميعا. الحقيقة يعني أنا بدي أقول لكم إياها باختصار شديد، اليوم مشكلة البطالة، مشكلة الفقر. أنا أعتقد اسمحوا لي أشكر كمان رئيس غرفة صناعة الزرقاء وأعضاء مجلس إدارته الكرام، واللي رافقوني من عمان أخوي عبد الله ورياض الملاح. الحقيقة اليوم احنا عندنا مشكلة حقيقية، الا هي بشكل رئيسي هي البطالة والفقر. انا بدي اقول لكم اعتقد انه واحد من اقوى الحلول اللي ممكن تكون عندنا هي الصناعة، وهذا الجهد لا يمكن للصناعة لحالها او الصناعيين لحالهم الحقيقة نحل المشكلة لحالنا، لابد من التعاون مع الحكومة، وهذا يعني باذن الله موجود وبشكل يعني مقبول زائد أو جيد جدا. ولكن أنا باعتقادي لازم كلياتنا مع بعض ندعم صناعتنا الوطنية. اليوم كلياتنا لازم نقبل على شراء الصناعة الوطنية. صناعتنا اليوم توصل ل 142 دولة في العالم. أنا بقول لكم كرئيس غرفة صناعة بتاريخ حياتنا خلال فترتنا في غرفة الصناعة ما رجع لنا ولا حاوية من أي دولة في العالم بتقول انه والله هذا الصناعة فيها مأخذ. اليوم زي ما ذكر معالي الوزير في الامباير ستيت في امريكا، في مناطق كثيرة بنصدر، قلنا 142 دولة في العالم، مصانعنا متقدمة. في اخر لقاء مع جلالة سيدنا قال جملة اتمنى انها تكون سلوغن على كل الفضائيات يوم من الايام، بداية حديثه قلنا قال الجملة بهالطريقة، قال في ازمة كورونا أنا زرت بعض المصانع وبالذات الغذائية لأنه كان الكورونا بتعرفين اهتمامنا بالغذاء، فقال حرفيا جلالة الملك قال أنا تفاجأت وكنت سعيد بأنه في بلدي مثل هاي المصانع. فالحقيقة اليوم لو زرتوا مصانعنا لشفتوا يعني مقدار التقدم والتقنية الموجودة بهاي المصانع. إيد بإيد كلياتنا، حكومة، صناعيين، غرف صناعة، إخوان النواب، محافظين، إحنا الناس العاديين لازم إيد بإيد حتى ننهض بهاي صناعتنا. شكراً لأخوي رمزي وشكراً لأخوانه، وإلى الأمام دائماً إن شاء الله، والله يعطيكم ألف عافية. شكراً عطوفة السيد فتح الجغبير، كل الاحترام، الله يعطيك ألف عافية. بس يا إخوان يا زملاء في ورانا ضيوف، انتوا هيك مسكرين عليهم إذا سمحتوا، يعني نختار زاوية هون على الشمال حتى الأمور تكون الدنيا شو فخلينا نرتب الأمور. الله يعطيكم الصحة ويعطيكم العافية. أيضا كمان بدنا نسمع كلمة أيضا من رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. بداية اسمحوا لي باسم الأخوة الميتاني ومصنع الميتاني وباسم كافة صناعي الزرقاء ووادي العش أن نتقدم بالشكر الموصول لمعالي وزير الصناعة وزير العمل الأستاذ يوسف الشمالي. وكما ذكر معاليه خلال زيارتنا اليوم، يعني كان طبعا هذا الصرح الذي زرناه اليوم صرح نفتخر فيه، صرح يشغل أكثر من 150 عامل، وأيضا وصل إلى مرحلة الترابطات مع الصناعات الموجودة لتحقيق القيمة المضافة الأعلى ولتحقيق التكاملات العمودية. وأحب أن أضيف أنه بالنسبة لهذا القطاع الصناعات الخشبية الذي لطالما الأردن تميز فيه بداية منذ الخمسينيات والستينيات خلال مراكز التدريب ومدرسة ثيودور شنيلر الموجودة قريبة من هنا والتي خرجت العدد الكبير من النجارين ومناطق ومحلات النجارة. فبالنسبة للتكاملات العمودية، التكاملات العمودية لا تكون أيضا في المواد، أيضا تكون في العمالة الماهرة، والعمالة الماهرة موجودة عندنا وخصوصا في هذه المنطقة الزرقاء ومنطقة أرصيفة، فهناك ميزات نسبية مهمة لهذا القطاع. طبعا يعني أنا أود أن أشير إلى أهمية الصادرات وبالنسبة لتنويع وتوزيع الأسواق الجغرافية. وكما ذكر أخي فتحي الجغبير، مرحلة كورونا كانت مرحلة مهمة للاقتصاد الأردني وللصناعة الأردنية. قبل مرحلة كورونا كانت صناعات غرفة صناعة الزرقاء حوالي 55 إلى 60% للسوق الأمريكي. اليوم أول 6 أشهر السوق الأمريكي انخفض إلى 38%، ومجموعة الدول العربية ارتفعت إلى 43%، وهذا أول مرة يحدث. ورغم ذلك أيضا صادرات غرفة صناعة الزرقاء ارتفعت أول 6 أشهر، فهذا دليل أنه هناك ضرورة لتنويع الأسواق التصديرية وتنويع أيضا المنتجات التي يتم تصديرها. بالنسبة اليوم يعني لما دعاني أخي رمزي لهذا الافتتاح وذكر موضوع يعني وما تم إثارته في الإعلام عن موضوع الكرسي، طبعا أخونا رمزي قال هذا الكرسي له رمزية معينة ومدلولات، وهذه المدلولات تشير أنه نحن كصناعيين نستطيع في الأردن أن نبني أكبر كرسي، ونستطيع أن ننجز، ونستطيع أن نصنع، ونستطيع أن نصدر. فهذا الكرسي له مدلولات مهمة لعودتنا لصناعتنا والاهتمام أكثر بالصناعة. أشكر الأخوة الميتاني على هذه الدعوة الكريمة، كما أشكر راعي الحفل وأصحاب السعادة والعطوفة، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر لرئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة. والآن كلمة مع ممثل قطاع الصناعات الخشبية، عطوفة السيد طاهر خالد، تفضل. السلام عليكم، الله يعطيكم الف عافية. اسمحوا لي باسم مجموعة الميثاني أن أرحب بأصحاب العطوفة وأصحاب المعالي والسعادة. اليوم أنا الحكي ما بدنا نعيد الحكي اللي حكوه الأخوان عن موضوع القطاع، بس حابب أنوه على شغلة. موضوع الحكومة عندها من أهم أولوياتها هو موضوع تشغيل العمالة. حابب أحكي عن قطاع صناعة الأثاث. اليوم من المهم جدا إنه بشغل أياد عاملة بشكل كبير. نيجي بنحكي إحنا على طقم كنبيات مثلا، بفوت فيه أكثر من صانع، من 6 إلى 10 صانع ممكن يكون في صناعة الكنب. يعني اليوم إحنا إذا بدنا نحكي عن المنجور ممكن نحكي عن صانع اللي هو النجار، نحكي على لبيس القشرة، نحكي على الدهين، نحكي على الحفير. نيجي على الخط الثاني بنحكي على السفنجة، ممكن نحكي على التنجيد. فصناعة الأثاث بفوت فيها أكثر من 10 صناعات متكاملة مع بعض. فباسم مجموعة الميثاني اسمحوا لي أرحب فيكم مرة أخرى، وحابب أحكي على موضوع الكرسي. أشكرهم على
العمل العظيم هذا اللي عملوه، لأنه اليوم إحنا قاعدين بنحكي عن الكرسي مش بس مجرد أربع إجرين ومقعد، اليوم تحكي رحتين هلا بس نقام الستار عنه، راح تتفرجوا على موضوع الفن والخبرة اللي كانت في هذا العمل أكثر من سنة هن بيشتغلوا عليه. كل الشكر لكم، يعطيكم ألف عافية، وكل شكر لكم ويعطيكم ألف عافية. شكرا. شكرا لممثل قطاع صناعة خشبية السيد طارق خالد، والآن كلمة للسيد فيصل الميتاني، تفضل. السلام عليكم، أهلا وسهلا بالحضور الكريم. أنا كنت حاب بداية أجاوب على تساؤل، بما أنه السوشيال ميديا أتوقع موجود، كان انطرح كثير بالفترة الأخيرة أنه إيش الدعم اللي أخذته من وزارة الصناعة أو من غرف الصناعة الزرقاء، غرفة صناعة عمان والأردن. إحنا فعلا حصلنا على دعم، إحنا نشكر معالي الوزير يوسف الشمالي على دعمه إلنا، ونشكر عطوفة المهندس فتحي الجغبير على دعمه الموصول إلنا، ونشكر محافظ الزرقاء سيد حسن الجبور على دعمه المتواصل إلنا حقيقة. وكمان ما بدي أنسى رئيس غرفة صناعة الزرقاء المهندس فارس حمودة، كان 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 أثر الدعم بالنسبة إلنا، الدعم المعنوي أهم من الدعم المادي، إنه كانوا بقول شو أخذتوا دعم مادي، إحنا ما وصلنا دعم مادي، لكن الدعم المعنوي كان ودعم المؤازرة كان جدا بالنسبة إلنا أهم. فشكرا معالي الوزير مرة أخرى على دعكم الموصول إلنا، وشكرا للجميع، وشكرا لكل من ساهم بهذا الكرسي من أصحاب شركة الميتاني ومن موظفين شركة الميتاني من أصغرهم إلى أكبرهم، وشكرا لكم لبيتوا دعوتنا وحضرتوا معنا، شكرا لكم. كل شكر لأخونا فيصل الميتاني. الآن يعني ختامها مسك، مع قبل ما نشيل الستار عن الكرسي، الكل قاعد بترقب وبستنى بدنا نزيح الستار ونشوف الكرسي. ختامها مسك مع الطفلة ريماس الميتاني، تفضلي يا ريماس. أهلا وسهلا بمعالي وزير الصناعة والتجارة يوسف الشمالي الأكرم، والمهندس رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان عطوفة السيد فتحي الجغبير الأكرم، يشرفنا حضوركم. حضورنا الكريم الذي حضر اليوم من كل حدب وصوب لمشاركتنا هذا الإنجاز الصناعي مما يعكس اهتمامكم بالصناعة الأردنية، حللتم أهلا ووطأتم سهلا. الهدف من صناعة هذا الكرسي هو إبراز مهارة الصانع الأردني وتطور قطاع صناعة المفروشات في الأردن، وخاصة قطاع الصناعات الخشبية، إضافة إلى أنها مبادرة إبداعية مقدمة من إدارة وكوادر مصنع الميتاني للمفروشات لصناعتنا الوطنية، وتعزيز لشعار صنع في الأردن. شكرا لحضوركم الداعم، محدثتكم ريماس الميتان. شكرا يا ريماس، ما شاء الله عليك، هاي في منافسة تصير إعلامية إن شاء الله بكرة إن شاء الله، الله يعطيك العافية. طيب احنا الان يا اخوان بدنا نطلب من معالي الوزير والضيوف الكرام، تفضلوا. حتى كمل المسير اللي بدأها اول لما كنا ورشة عمل صغيرة في فلسطين، فبعمل الواحد فقط، وكان هم وايد الوحيد واخواني يقدموا للناس الجودة العالية والعمل المطلق. لما انتقلنا للغرفة ظل الشاغل الاكبر لنا انه نستمر على نفس النهج اللي رسم لنا اياه والدي الحاج سيدنا الميتاني رحمه الله. واليوم الحمد لله مثل ما كل الناس بتعرف صرنا اسم كبير واشار لنا بالبلد من المطر العربي والشرق الاوسط وكمان العالم. اسمنا وعمان وسط الخليج وامريكا وفلسطين، نكون اسم عالم بشرف بلدنا الحبيب الاردن وكل شركاء النجاح اللي صار عددهم اليوم ما يقارب 150 موظف من الحرفيين والمهنيين الأردنيين أصحاب الخبرات الواسعة في مجال صناعة المفروشات، واللي كتير منهم تم تأسيسهم في مصنع الميتاني للمفروشات، وراح نضل دائما سباقين في مجال صناعة المفروشات. وهاي الرسالة اللي حبينا نوصلها من خلال عمل الكرسي، وهو أكبر كرسي على مصنع